الخميس، ارحب بحضراتكم معنا ولقاء اسبوع متجدد وحلقه جديده من السهره الثقافيه حدوته مصريه. برحب بحضراتكم النهارده، نلتقي والفن التشكيلي، وكثيرا جدا جدا ما تحدثنا في حلقاتنا الماضيه عن الفن التشكيلي، يعني استضفنا كثير جدا جدا من الفنانين التشكيليين، تكلمنا عن محاور كثيره، مفردات كثيره جدا فيما يتعلق بالفن التشكيلي. النهارده معانا فنان تشكيلي يمكن هو شرفنا في البرنامج اكثر من مره سابقا، والنهارده نلتقي به، هنتكلم عن تجربته الجديد في اعماله، هنتكلم عن مشواره في الفن التشكيلي، اهم محطاته، هنتكلم عن البيئه المحيطه به وكيف تاثر بالبيئه المحيطه به في الفن التشكيلي. يسعدنا وشرفنا اعزائي المشاهدين ان يكون معنا في هذا اللقاء الفنان التشكيلي الكبير استاذ مدحت الحمولي. مساء الخير استاذ. مساء الخير. اهلا اهلا. مساء الخير يا فندم، كل سنه وحضرتك طيب. صاحب السلام، شرفتنا ونورتنا، ربنا يخليك. اهلا بيك. طيب في البدايه بقى خلينا نتكلم استاذ مدحت مع حضرتك عن يعني في البدايات الاولى خالص، يعني البدايات الباكره قوي في حياتك، ويعني ازاي ان انت يعني اكتشفت ان في بوادر يكون فنان تشكيلي، وبرضو البيئه المحيطه والدور الاسره، يعني الحاجات دي كلها في البدايه. طيب خليني في الاول اشكر حضرتك طبعا على هذا اللقاء، وانا طبعا بحضرتك. سعيد دايما ان انا اكون متواجد مع حضرتك ومن خلال حدوته المصريه البرنامج الجميل اللي انا طبعا من عشاقه، واللي انا بشوف دايما ان هو بيقدم محتوى ثقافي محترم يليق بالمشاهد المصري والمشاهد العربي والبيت المصري يعني. طبعا انا بداياتي كانت في اسره متواضعه طبعا، من وانا طفل صغير طلعت في بيت كان فيه رسم، يعني انا طالع يعني نقدر نقول كده من اسره يعني وعيت حضرتك ان لقيت فيه في البيت رسم، يعني انا من اسره فنيه. عندي اكتر من حد في العيله، بس طبعا الاقرب هو اخويا الاكبر اسمه مجدي الحمولي، هو فنان تشكيلي برضه، فنان شاطر قوي. فانا طلعت، هو فرق سن بيني وبينه حوالي 20 سنه، فانا طلعت لقيت اخويا الكبير فنان ومشهور وبيرسم ومحترف، فحبيت الرسم من خلاله طبعا، فبدات امارس وبقيت اشوفه واتعلم منه وبقيت احاول اقلده. فوانا في سن مبكر بدات تظهر عليا العلامات دي، يعني من وانا طفل في ابتدائي، ثم في مرحله الاعدادي، ثم في مرحله الثانوي، فكان بيبان ده قوي في من خلال المسابقات اللي كانت بتتم في المدارس طبعا. وكنت بحقق شوف المدارس كان لها دور كبير جدا 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 جدا، واحنا انا عايز الانشطه المدرسيه بالظبط، يعني يمكن هو احنا تراجعنا في ده دلوقتي، بس كان زمان فعلا المواهب بتبان قوي من خلال المرحله التعليميه المبكره اللي هي سواء ابتدائي اعدادي كده. فبدات بالفعل ان انا يعني اعلن عن ان انا بحب المجال ده، وبدات الاقي ترحيب من اللي حواليا سواء من الاسره او من اساتذتي، فكان دايما بيهتموا بيا وبيحاولوا طبعا يشجعوني ويمدوني بالمعلومات اللي انا عايزها، ولو في مسابقات كنت بشترك فيها وكنت بحقق مستويات على مستوى الجمهوريه فعلا. يعني انا مثلا يعني بنقول مثلا من المرحله الابتدائيه مثلا، من المرحله الابتدائيه لما وصلت مرحله الثانوي كنت كل سنه بحقق المركز الاول على مستوى الجمهوريه في بعض المسابقات زي الصحافه المدرسيه، زي مسابقات الخط العربي. فمن هنا بدا بقى يلمع اسمي في المرحله دي ان انا فنان. وانا من صغري وانا يعني هدفي واحد في حياتي، ويمكن انا دايما بقول لاي حد عايز تنجح حدد الهدف، هدف واحد صح. مش اتنين صحيح. يعني ما تحطش هدف وبديل، هو خليه هدف واحد عشان تقدر هدف وحيد بالظبط. فكان هدفي طبعا الالتحاق بكليه الفنون الجميله. كان ليا واحد قريبي في القاهره وكان هو طالب في كليه فنون جميله، كنت انا لسه بقى طفل صغير، فخدني معاه الكليه، حببني في الكليه قوي، انبهرت بيه جدا جدا، انبهرت بالحياه دي وانك تبقى محترف، وفكره انك فنون جميله في القاهره ولا في انا اول ما دخلت وشفت النظام كان في القاهره في فنون الزمالك، انما انا التحقت بفنون جميله اسكندريه بالظبط. وفعلا دخلت الكليه وبدات طبعا، يعني يمكن اول ما دخلت كان في صدمه شويه ان انا يعني نقله تبقى كبيره جدا ما بين طالب ثانوي وما بين صحيح انك خلاص ده بقى مجالك او بقى الكارير بتاعك وانت لازم تحترف فيه. فدي كانت نقله كبيره جدا، وخاصه بقى ان انا درست على ايد فنانين يعني انا في الكليه عباقره طبعا واساتذه كبار جدا فطاحل جدا. انا درست على ايد اكبر فنانين في مصر، يعني دكتور فاروق وهبي الله يرحمه، دكتور فؤاد تاج الدين، دكتور محمد شاكر، دكتوره نعيمه الشيشيني، ملك ابو النصر، كتير جدا من الاساتذه، اسماء كبيره جدا جدا. فمن هنا حبيت الكليه اكتر وحبيت المجال اكتر، وبدات يعني ممارستي بقى لفكره الفن المحترف من خلال معارض وحاجات زي كده. يعني عفوا يا فندم، انتقلت من مرحله الهاوي الهوايه الى مرحله الاحتراف بالعلم بالظبط من اول ما دخلت الكليه.
يعني انا كنت بحاول اسبق زمايلي، يعني كنت بحاول دايما اتنقل لمرحله اكبر. يعني انا مثلا دلوقتي بتعلم رسم شيء معين مثلا او بنتدرب على حاجه معينه، لا انا اعمل الاكبر من مرحلتي. تمام. وده يمكن خلاني تميزت شويه في دايما بتفكر في اكبر من بالزبط. من مرحله. وفعلا بدات بقى تدريجيا كده معرض في الثاني في الثالث، فبدات اتشهر على ما جيت خلصت الكليه، كنت عملت سلسله كبيره من المعارض. ايوه، واتخرجت مارست حياتي بقى الفنيه ومارست حياتي الاجتماعيه برضو كده. استاذ مدحت، يعني عايز اتوقف شويه عن مرحله، يعني مرحله الكليه دي مهمه جدا جدا، فما نقفز عليها كده او نمر عليها مرور الكرام. تمام. من اول دخولك في الكليه وذكرياتك في الكليه واهم المواقف اللي حصلت في الكليه، وازاي بقى الواحد ما هو بيتجه الكليه دي بتبقى يعني بتشكل وجدان واتجاهات في الانسان فيما بعد الكليه. ده اكيد. يعني بتفصيل شويه هتكلمنا عن اول حاجه. انا طبعا كنت محظوظ ان انا درست في فنون جميله اسكندريه. ودايما احنا وحضرتك من دسوق. انا من دسوق، محافظه كفر الشيخ. من دسوق، دسوق طبعا تعتبر قريبه من اسكندريه. وانا اصلا من عشاق البحر، يعني انا بحب البحر جدا، ويمكن رسمت البحر في جميع حالاته. فلما دخلت الكليه كانت قريبه قوي من البحر، يعني انا الكليه المبنى الرئيسي في جليم، المسافه بينها وبين البحر حوالي مثلا ما يكملش 100 متر. فكنا دايما نطلع مثلا في فتره ريست او كده نقف على البحر. البحر ده غير حياتي 180 درجه. ازاي بقى؟ يعني عارف حضرتك، انا كنت ممكن اقعد بالساعات اتامل في البحر، اشوف فيه حاجات كتير جدا. الموجه وهي بتخبط في الصخره بعين الفنان بقى بالظبط، المركب وهي جايه من بعيد، البحر وهو في حاله مثلا الهدوء، البحر في حاله العاصفه. وكان البحر ملهم لحضرتك. طبعا طبعا. البحر ده مش ملهم ليا انا بس، انا اعتقد اي فنان في الدنيا. كل الفن بكل اشكاله وانواعه. اول ما دخلت الكليه طبعا، ميزه عندنا في دراسه الفنون الجميله ان التعامل بيبقى مباشر مع الاساتذه. يعني انت ممكن يبقى استاذ كبير جدا وبيتعامل معاك بشكل مباشر، وتحاول تتكلم معاه وبيتكلم معاك. مش بس كده، ده احنا ممكن بتوصل لزيارات ومكالمات تليفونيه في خارج حدود الكليه. فانا زي ما بقول لحضرتك، كنت يعني محظوظ ان انا درست على ايد فنانين كبار جدا، كنت بتصاحب عليهم. يعني كل استاذ كان بيدرس لي كنت بحاول على قد ما اقدر اني اعتبره مثلا اخويا الكبير او والدي او كده، وكنت بحاول ان انا عشان استفيد منه اكتر. استفيد بيه بالظبط. وهو ده يمكن يعني نصيحه انا بقولها لاي طالب بيدرس فنون جميله، انت مش هتتعلم اللي الدكتور هيديهولك بس، انت عاوز تتعلم، لا انت خد من الدكتور حتى لو هو مش هيديهولك. في الحلقه قبل الماضيه كان عندنا مجموعه من فنون جميله المنصوره، والحقيقه هم يعني واعدين يعني. لا ده هو ما شاء الله. على فكره انت حضرتك اثرت موضوع مهم جدا، بالرغم من ان فنون منصوره عمرها يعني حوالي 7-8 سنين، الا ان ما شاء الله بتخرج دفعات مميزه جدا. صحيح. وده دليل على ان في اهتمام وفي دراسه كويسه في الكليه دي. تمام. فطبعا ليه مواقف كتير جدا، يعني احنا عشان نقعد نعد المواقف اللي حصلت في الكليه، لا كتير جدا اظهرها بقى واللي هي مبصمه معايا. يعني اقول لك مثلا موقف كنت ممكن انا اموت فيه، يعني كان ممكن يحصل لي كارثه. يعني كان عندنا الدكتور الله يرحمه الدكتور فاروق وهبه، نزل علينا مشروع اعتقد واحنا في سنه تانية. انا كنت قسم تصوير، فالمشروع ده كان في الورش بتاعه سكك الحديد بتاعه الاباري في اسكندريه. ايوه. فطلعنا بقى الدفعه كلها ورحنا الورش دي، وبنرسم بقى قطورات اللي هي عامله حوادث وحاجات اللي هي بيسموها لوت، اللي هو القطر اللي بيبقى مهلك يعني. فانا كبرت في دماغي ان انا عايز ارسم القطر من منظور معين، فطلعت فوق الصهريج من فوق عربيه القطر من فوق عشان ارسم من زاويه معينه. وانا قاعد مندمج كده لقيت قطر تاني جاي على نفس الخط، على نفس الخط بتاع القطر اللي واقف. فلقيت زمايلي حاسب. فطبعا يعني مفيش وقت، رحت ناطت من فوق. طبعا يومها رجليها اتكسرت وكانت مشكله. ده موقف مثلا من ضمن المواقف او النوادر بتاعه الكليه يعني. طبعا مش معنى ذلك ان كل المواقف ممكن تبقى فيها انما في مواقف جميله جدا. صحيح. اكيد. لو سألت حضرتك اهم شيء اتعلمته من الاستاذ اعضاء التدريس ومعلمينك واساتذتك في الكليه، ايه؟ طبعا اتعلمنا كتير جدا، بس اهم حاجه ويمكن دي اثرت في شخصيتي انا شخصيا، التامل. طبعا. يعني انا يعني اللي هو المديتيشن يعني. انك انت ازاي هو فكره ان انا ارسم يعني ايه؟ انا بعمل خدعه، انا بخدع اي حد، بوهمه بان الحاجه دي موجوده وهي مش موجوده. يعني هي خدعه. الحاجه دي انا بجيبها منين؟ بجيبها من الذاكره.
الذاكره دي المخزون اللي فيها المخزون البصري ده جا منين؟ بيجي بسبب كثره التامل. فانا كنت واصل لمرحله ان لو شفت طوبه اقعد اتفرج عليها كويس قوي، ممكن ابص لها كتير وتبقى الناس مستغربه. اما اشوف مثلا عربيه كارو مثلا اقعد اتاملها جدا، اشوف حيوان اتامله جدا. بقى سمه من سمات شخصيتك التامل. التامل. ويمكن اي فنان في الدنيا لو هو عايز يبقى عنده مخزون بصري لازم يتكى على الحته دي قوي، ان هو يتامل كويس قوي. تمام. ما بعد الكليه بقى يعني احنا مرحله برضو مهمه جدا طبعاً. انت طبعاً. خلاص خلصت الكليه وخلصت التعليم الاكاديمي النظري، داخل للحياه وداخل للمجتمع، كانت فتره اكيد مهمه يعني جدا. ما بعد الكليه مباشره؟ هو اولا انا كنت طبعا الحمد لله كنت طالب متفوق في الكليه، وكان في يعني مشروع ان انا اتعين وكده، وبس ما حصلش نصيب. فانا يمكن لما اتخرجت يعني كنت يعني في شويه حزن، يعني ان انا كنتش حابب ان انا اخرج من الكليه يعني. بس فكرت فكره كده ان انا ادرس حاجه تانية، فدرست خط عربي بعد ما خلصت وخدت معهد خطوط عربيه وطلعت فيه الاول. ليه الخط العربي؟ لا ده الخط العربي ده استهواك يعني، ده من قبل ما ادخل الكليه اصلا. يعني انا بأجيد كتابه الخط العربي هاوي جدا جدا، لان هو حاجه ممتعه اصلا وحاجه عظيمه صحيح يعني صحيح. وبعدين دي لغتنا وحاجه يعني تعتبر تراثنا، وحاجه يعني ليها علاقه بشرقيتنا، وانا دايما بحب شويه ان انا يعني اعبر عن بيئتي واعبر عن يعني شرقيتي شويه في اعمالي الفنيه. فدرست فعلا خط عربي، خدت معهد خطوط عربيه غير الكليه. كم سنه؟ ست سنين. ست سنة. هو اربع سنين وبتاخد سنتين كمان تخصص، مدة طويلة جدا. بس هو ما بيشغلكش يعني، يعني مش زي الكلية يعني، هو اولا بيبقى في نفس المدينة اللي انت فيها، فما فيش سفر ما فيش بهدلة، فبيبقى في اوقات كمان مسائية يعني. اسقلت بقى الموهبة طبعا يعني. انا عايز اقول لحضرتك يعني بيبقى محظوظ قوي اللي بيدرس الحاجتين دولت، سواء كان الفن الفن الرسم او كده، وزائد الخط العربي. ويا سلام بقى لو درس معاهم موسيقى، ده موضوع تاني كمان يعني كده. يبقى الشخصيه اكتملت كده. تمام. تفتكر حضرتك اول معرض يعني عملته وكان انطباع حضرتك عنه ايه؟ وكان هو دافع ليك ولا يعني احباطك؟ ما هو اصل المعرض الاول ده بيبقى صدمه شويه، بيبقى في شوك يعني. طب انا هفاجئ حضرتك، انا اول معرض عملته كان سنه 94، ده بعد ما خلصت اعدادي فنون جميله. تمام. الفكره كانت فكرتي يعني، انا كنت لسه اصغر واحد في المجموعه اللي معايا، فجيت تواصلت مع بعض زملاء ليا اكبر مني، يا جماعه ايه رايكم نعمل معرض؟ طبعا في الاول بقوا يعني مستهزئين بالكلام، وده لسه صغير لسه مستخفين بيه يعني، ما ينفعش بتاع يعني، في سخريه بالظبط. فجيت رحت على قصر ثقافه الدسوق، وكان اياميها في مجموعه يعني رواد القصر كانوا موجودين ساعتها، الشاعر الكبير ابراهيم غراب الله يرحمه، استاذ عرفه غراب، يعني كانوا ناس محترمين جدا. فرحت لهم الوضع كذا كذا يا جماعه، واحنا عايزين نعمل معرض، واحنا مجموعه ايه فنانين شبان شباب. بس بصراحه رحبوا بيا جدا واحتضنوني جدا. بدات فعلا انظم المعرض. كنا في البدايه خمس فنانين، بعد كده صفصفنا على اربعه، وكنت انا اصغر واحد في الاربعه. عملت المعرض كان يعني، هو قصر الثقافه ده كان على طريق، وكان قدام نادي سوق الرياضي، طريق يعني طريق سريع ماشي كده. يكفي نقول لحضرتك ان الشارع اتسد من كميه الجمهور اللي جا حضر المعرض يوم الافتتاح، ودي كانت مفاجاه كبيره جدا. المفاجاه الاكبر ان انا فوجئت ان اكتر من جريدة حكومية كتبت عن المعرض ونزلت صورنا وأعمالنا. فطبعا تخيل بقى حضرتك واحد لسه في أولى كلية وعمل كده، فده اداني حماس أكتر، دفعة كبيرة. كان المعرض اللي بعديه معرض لوحدي. السنة اللي بعديها على طول عملت معرض بقى لوحدي بيضم أعمالي. ويمكن ده كان أول بقى احتكاكي بالتلفزيون الدلتا. كان أعتقد بقى دي كانت بداية إنشاء محطة الدلتا. كنا 94. 94. فمن هنا بقى بدات المسيره تكمل يعني. جميل. لو يعني سالت حضرتك او يعني اتكلمنا عن محطات رئيسيه في حياه حضرتك بالنسبه لمشوارك الفني، يعني في محطات بتبقى يعني مهمه جدا، وفي محطات بتبقى فيها الى حد ما مشاكل فتجاوزتها ازاي يعني حاجه. تمام. اولا هو انا الحمد لله ربنا اكرمني بكتير من النجاحات اللي ممكن يعني نذكرها يعني. مثلا انا بعد ما اتخرجت جات لي فرصه سفر بره طبعا، وكنت بعمل مدير لمؤسسه الدكتور محمد عطيه والاستاذ اسلام بداوا في افتراهات
طبعا دي اعمال فنيه دي تجارب كده يمكن يعني شويه سريعه. انا بحب طبعا اللاندسكيب، يمكن لسه انا بقول لحضرتك بحب البحر جدا، دي اعمال عن البحر. ويعني واضح ان حضرتك عاشق للبحر جدا جدا. يعني بقول لحضرتك رسمته في جميع يعني حياتي، قسم مشترك في كل لوحاتك. لا مش في كل طبعا، يعني انا معظمها يعني انا بميل شويه للبحر وبميل شويه للشعبيات اللي هو جو مثلا المولد، جو المساجد، أيوة. مصحراتي اللوحة دي أنا كنت عاملها كانت خاصة بحلقة برضو في التلفزيون، أيوة. في برنامج الخيمة الرمضانية، الخيمة الرمضانية. من عدة أعوام يعني. أيوة. دي طبعا حاجة تجريد، لأن أنا بميل أكتر من من سكة، يعني أنا برسم كلاسيكي وبرسم تجريد. تجريد أيضا. وانا شايف كده ان بس اكيد كل لوحه تجريديه متحدبيه لها موضوع ليها دلاله طبعا. ليها دلاله. انا يعني انا شايف ان في حته التنوع في الفنان التشكيلي مهمه جدا. مهم. طبعا. ان انا مش لازم ابقى في حته واحده. حته واحده دي مهما يعني هرسم كام لوحه في نفس الحته. أيه. انما معلش لما تنوع. ارسم بورتريه وارسم لاندسكيب وارسم ستيل لايف وارسم ابستراكت كل الكلام ده يعني المفروض ان انا معنا. طبعا. ف يعني دي عباره عن ايه اللي فاتت دي؟ قراصنه وشغل برضو المراكب بحر برضو. دي عن المولد بقى، يعني جو بقى بتاع مدينتي بقى، مدينه دسوق. طبعا احنا طبعا سيد ابراهيم دسوقي طبعا ده في كل سنه بيدخل له مثلا حوالي 2 مليون زائر. دي طبعا عن القراصنه، مجموعه مراكب كده وفي حاله يعني هياج البحر. هياج. ايوه. ده سيد ابراهيم بقى من عند البوابه بتاعته كده. البوابه. دي انا رسمت في الموضوع ده اكتر من عمل فني يعني. يعني المولد رسمت عنه اكتر من لوحه. ده فن حديث بقى، حاجه اللي هي ممكن كانت لوحه تعليميه، يعني بعلم ناس ازاي ترسم لوحه وانت بتعرفش ترسم. يعني ازاي تقدر تعمل حاجه زي دي وانت اصلا مش فنان. لسه مش فنان. هي بتعتمد على افكتات كده. برضو دي حاجه من المولد. من المولد. يعني بحاول انوع برضو في أيوة. في الحركات والاشكال. بحب الزحام شويه. يعني حضرتك بتحب الزحمه. زي ما حضرتك شايف كده. جميله جدا. طيب ما هنستكمل بقى الحديث عن المحطات. حضرتك كنت بتقول ان هي في محطات رئيسيه في حياتي. فانا من ضمن النجاحات اللي حققتها فكره ان انا اسافر وابقى مدير شركه وما فيهاش ولا واحد عربي، يعني انا بقود مجموعه عمل كلهم اجانب. ده كان نجاح خارج البلاد. دي كانت من ضمن المحطات المهمه في حياتي. فترات المهمة. من ضمن المحطات المهمه ان انا اتكتب عني مثلا في جميع جرايد مصر وفي سن صغير. يعني وانا لسه طالب مبكر. جميع جرايد مصر كتبت عني طبعا، حلقات كتيره في التلفزيون المصري، ده برضو من ضمن المحطات المهمه. عملت سلسله كبيره جدا من المعارض، وكان في بعض المعارض كنت طبعا او معظمها كنت بكون انا الكوميسيير بتاعها. أيوة. المنظم يعني منظم. فاكر عملت سلسله من المعارض اسمها اجيال. ممكن المعرض بيضم مثلا 50 فنان وفنانه وانا اللي بجمعهم من اجيال مختلفه، من اجيال مختلفه ومن بلاد مختلفه. فكان طبعا المعرض ده كان بيلاقي نجاح جامد جدا. من ضمن برضو المحطات المهمه ان انا عملت مثلا حاجه لسه مؤخرا اسمها صالون مدحت الحمول الثقافي الفني. ده كان صالون بيقام مثلا كل اسبوع. ما زالت بعض اللوحات اهو. دي بقى شويه اوروبي كده. اوروبي. يعني برضو بحاول ان انا انوع. والالوان حضرتك برضو بتستخدم الالوان، في فلسفه في استخدام الالوان. طبعا طبعا. انا ملاحظ البرايت، انت بتستخدم الالوان الزاهيه. بص هو في مواضيع بتحتمل ده انك لازم اللون يبقى بيور وبيبقى فوسفوري شويه. يعني واضح. وفي احيانا بنحب الغوامق شويه. انا شخصيتي شخصيا بحب الالوان الغامقه، بس في مواضيع بتحتم عليا ان انا ارسم بحاجات الوان زي الوان اخرى. دي كانت مثلا حاجه عن طبليه. كان معرض كنت مشارك فيه في اتيليه القاهره. يعني حاجه شعبي برضه جدا. لا وشوف حضرتك والابعاد وتناسق الالوان والخلفيات، كل ده بيبقى من خيالك يعني. من الخيال. ما هو ده بقى المخزون البصري اللي احنا بنتكلم عنه. انك انت فنان تشكيلي لازم يكون له طبعا. انا معلش هو يعني في كتير من الفنانين بيبقوا شاطرين ومشهورين وكل حاجه، بس لو جيت قلت له ارسم لي كذا من خيالك من ما بيعرفش. ما يستدعيش لانه اكاديمي بس. دي طبعا انا شايف انه بيبقى حاجه غلط خالص. انما معلش لما اتدرب دي حاجه برضو من الفن الحديث، كانت حاجه تعليميه برضو بتعتمد على شغل افكتات واستخدام وسائط مختلفه وكده. وسائط مختلفه. حاجه برضو اوروبي شويه. أي. خيول وحاجه خيول. فبنحاول شويه على قد ما نقدر ان احنا يكون فيه فكره التنويع. تمام. لو انتقلنا بحضرتك استاذ مدحت الى فن البورتريه. وبرضو دي في حاجه سيد ابراهيم برضو. سيد ابراهيم طبعا. شعبي ديني. ايوه.
هو انا شايف ان الاثنين بيصبوا في نفس الحته يعني واحد طبعا يعني قريبين شويه من بعض. ده واحد كان عامل سكه حديد شفته وقاعد كده عجبني منظره كده وقاعد في الكشك مثلا ورحت قلت له زي ما انت ما تحركش دي كانت حاجه عن الامومه لا واضح. كنا بنتكلم بقى عن فن البورتري بقى فن البورتري يعني اكيد له سمات خاصه اكيد له سكيلز خاصه مهارات خاصه يعني نتكلم عن فن البورتري. هقول لحضرتك على حاجه، انا قبل ما ادخل الكليه كان حلم حياتي ان مثلا واحد زي حضرتك يقعد قدامي اقدر ارسمه، كنت شايف ان ده قمه ده منتهى احلامك بالظبط فخدتها تدريجيا قلت الاول عشان اوصل للمرحله دي لازم الاول اتمكن من اني ارسم اي حاجه قدامي ثابته اللي بنسميها ستيل لايف. ستيل لايف اتدربت كتير قوي قوي يعني لدرجه ان حتى كان في فترات الاجازه كنت بقعد ارسم كتير وسكتشات كتير ولوحات كتير لحد ما اتقنت ده. بدات اخش الاول على اللاندسكيب، قلت على حاجه فيها حركه بس مش 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 موديلنج يعني. بدات ارسم اللاندسكيب المنظر الطبيعي برضو بغزاره. دخلت بعد كده بقى فن البورتري. الاول اتعلمت ازاي ارسم بورتري من صوره اتقنت ده. قلت لا بقى يبقى ايه نخش على مرحله ان انا ارسم من حد يكون قدامي. مش بس كده، ده انا وصلت ان انا اجيب مثلا اطفال، لان الطفل بطبيعته مش هيقعد ثابت هيتحرك، فانا عايز برضو ادرب نفسي على السرعه في الاداء لدرجه ان انا اقدر اتمكن من رسم البورتري المتحرك ده قبل ما يتحرك ودي طبعا برضو انا عايز اوصل اي حد في مرحله التعليم بتتعلم رسم اتعلم على حاجات متحركه اللي هتدي لك هتكسبك سرعه برضو اكتر من انك انت الحاجه ثابته قدامك الاستاتيك يعني اكتر من استاتيك. رسمت بقى في البورتريهات كتير قوي يعني رسمت بورتريهات بالرصاص وبالفحم والوان الباستل والوان الزيتيه يعني شبه نقدر نقول اتقنته الحمد لله. وعملت معارض يعني كنت بشارك بلوحات كتيره في معارضي لازم يبقى فيها جزء بورتريه لان ده بيعجب عامه الناس يعني لا صحيح هو يعني بيبقى محبب جدا لل هو في ناس بتبقى متخيله زي كده في الاول ان ده هو ده قمه الابداع يعني مفيش بعد كده انما هو لا مش الموضوع مش صعب قوي للدرجه دي لا يعني اي حد بالممارسه يعني انا في ناس يعني تلامذه ليا بعلمهم بيطلع من عندي بيعرف يرسم البورتريه بيبهر الناس يعني الموضوع سهل يعني هو بس برضو ده بورتريه ده يمكن اول بورتريه رسمته في حياتي والله ده كان صديق ليا زمان ورسمت له البورتريه ده وقعد قدامي برضو بيبقى البورتريه معبر يعني انت حضرتك بيبقى كفنان بتبقى ناوي او قاصد انك تعبر باشياء يعني الحزن الفرح الشباب الشيخوخه والله هو هقول لحضرتك الحالات. السؤال ده جميل جدا هو ده برضو بورتريه ده كان قائد بتاعي في الجيش طبعا كلنا بنحب طبعا الجيش. يعني ده اخواتنا وربنا يحميهم يا رب لو حصل كيمياء بيني وبين الموديل اللي قاعد قدامي وحسيته قوي حتى في برضو الموديل بس ده موديل اوروبي شويه اوروبي لو حصل كيمياء بيني وبين الموديل اللي قاعد قدامي هطلع اللي جواه قبل الظاهر اللي جواه قبل الظاهر بالظبط يعني انا هقول لحضرتك واقعة يعني مشاعر الحزن الفرح الابتهاج السرور في واحده ست رسمتها كانت اسمها امال الست دي كانت تقعد قدامي ما بتتكلمش خالص وعارف بقى حضرتك كميه حزن في شخصيه الست دي انا مش فاهم المهم لما رسمت اللوحه طلعت مبهره من كميه الحزن اللي فيها حتى كنت لما بعرض اللوحه دي في اي معرض ناس بتقف قدامها ومستغربه ايه ده وانا ما اعرفش ايه السبب اصلا فلما بحثت بقى عن الست دي الله يرحمها بقى توفت عرفت ان الست دي كان عندها يعني فاجعه كبيره وفاه زوجها ووفاه ابنها فكان الحزن بقى حزن ماليها فانت بقى بتطلع ده انت لو انت فنان صادق انت شايف الحزن ده من غير ما هي تقول بالظبط فالبورتريه هو كده البورتريه مش موضوع ان انا الملامح انا قصدي كده انا قصدي كده من السؤال لا مش 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 نقل بس ملامح لا ده الملامح ما بداخل الانسان الملامح انا ممكن اخلي حضرتك ترسم الملامح دي يعني شوف ممكن حضرتك تكون ما بترسمش انا ممكن اخليك تنقل الملامح دي وتطلعها اعلمك ازاي بالتعليم انما الاحساس بالتعليم. بقى ده دي حاجه طبعا يعني اصعب قوي من فكره انك تطلع ملامح البورتريه بتاع الطفل الباكي مثلا لا في اقوى من الطفل الباكي لما نيجي نقول موناليزا مثلا موناليزا ايه ده حاجه موضوع كبير جدا يعني وفي برضه لوحات تانية ليوناردو دافنشي بلزار كاستيليوني وحاجات كتير جدا لا ده فن مجرد لا زي ما بروح لك يعني
مش مجرد رسم ملامح او قسمات إطلاقاً. وجه او حاجه اطلاقا احنا معلش مثلا بنقوله مثلا واحد دي امومه حاجه كده يعني برضو ملامح مصريه كده يعني احنا ما بنيجي نقول مثلا احمد صبري ايه سبب شهره احمد صبري في فن البورتريه محمد صبري رائد الباستيل ليه الناس دي يعني ليه في مكانه كبيره قوي بورتريه برضو مصري ملامح مصريه ملامح مصريه خالص ليه الناس دي متميزه لان الناس دي تجربة أنا رسمت موزة أكتر من مرة. دي أول مرة فيهم. عذراء الصخور دي. رسمتها أكتر من مرة. دي أول مرة فيهم. دي يمكن وأنا. دي أول مرة وبال. لا ده في أكتر من كده. أنا آخر مرة رسمتها يعني ما شاء الله حتى البرواز ركبته لها نفس البرواز بتاعها ونفس مقاسها بالضبط. الحمد لله. يعني بنأكد على إن البورتريه مش مجرد رسم ملامح فقط. لا خالص. ده تصوير جواني. بالظبط ترسم شخصيه المعارض بقى حضرتك استاذ مدحت يعني اهم معارضك وكان من وجهه نظر حضرتك المعارض اللي نجحت بقوه وسمعت يعني اكيد عملت معارض كتير جدا يعني هقول لحضرتك مثلا اول معرض انا بعتبره اهم معرض في حياتي لان هو ده اللي عرف الناس بمدحت وده اللي الناس اول معرض طبعا ده انا شايف ان هو ده كان يعني وش الخير عليا يعني زي ما بيقولوا وكان كم الجمهور اللي دخل المعرض ده كان كبير جدا في معرض انا عملته سنة 2009 ويمكن كان فيه تغطية من التلفزيون فيه المعرض ده برضو كان حاجة مبهرة جدا المعرض ده انا يعني هقول لحضرتك ان في افتتاح المعرض 2009 دخل لي اكتر من 1000 شخص يا الله طبعا انا مش معدتهمش بس انا بحسبها ازاي البامفلت اللي بتتوزع على العدد. انا كنت عامل 2000 بامفلت فحطيت في اول يوم قلت اول يوم مش ممكن يعني هيتوزع على 1000 فوجئت ان البامفلت خلصت وبعدت جبت تاني فدي كانت حاجه مبهره جدا يعني حتى عملت ندوه عن المعرض كانت ندوه كبيره جدا وحضرها كميه كبيره جدا من الجمهور طبعا عملت يعني يمكن نقوله مئات المعارض في معارض فرديه في معارض جماعيه ممكن يبقى معرض رباعي بالشكل ده فطبعا سلسله كبيره الحمد لله وعملنا معارض غريبه شويه ممكن الناس بتستغربها انا عملت معرض في الشارع ودي كانت تجربه يعني يمكن والناس تيجي تتفرج والناس بتيجي تتفرج يعني دي برضو بعض الصور اللي حضرتك في المعارض يعني. ده مع الفنان وحيد البلقاسي والفنان جمعه استاذنا طبعا ده كان في اتيليه القاهره الصوره دي كان برضو في معرض كنا في اتيليه القاهره كان معرض دولي يعني ده كان في معرض كانت بتفتتحه وزيره الثقافه دكتوره ايناس ده كان من حوالي سنتين معرض في التسعينات اسال حضرتك عن الموهبه والدراسه يعني ازاي الانسان يثقل موهبته بالدراسه وازاي ان هو يكتشف موهبه الاول وبعدين امتى يحتاج لدراسه بقى لا لازم الموهبه دي تثقل بالدراسه طيب خليني انط على السؤال الجزء الثاني من السؤال لازم دراسه لازم انا شايف كده اصل معلش يعني الموهبه واحده لا تكفي لا الموهبه هتوصلك لحد حته معينه بس انما انت عايز توصل لمالا يعني يعني العلم ده مهم جدا في طبعًا المجالات طبعًا دي طبعا في اي مجال في اي مجال في الحياه انا شايف ان برضو كان في احدى معارضي برضو انا شايف ان انا مثلا هكتشف الموهبه دي عندي ازاي او هكتشفها عند ابني ازاي مثلا دايما انا بقول لاي حد لو عندك ابن شفته بيعمل اي حاجه سيبه يعملها طالما مش حاجه هتضره سيبه يعمل يشخبط يكتب بيفك حاجه بيركب حاجه بيحاول يرسم يعني انا شخصيا ولادي بسيبهم يعملوا اللي هم عايزينه بدون تدخل مني يعني حتى مراتي مثلا تيجي تقول لي مش هتقعد لا سيبيه الاول لحد ما اشوف شخصيته موديها فين هيوديها انا ففوجئت مثلا بيحبوا مثلا الديجيتال ارت يحب يرسم على الموبايلات على التابلت على كده فكده هو بيحدد شخصيته دلوقتي ابتدي انا اتدخل بقى اوجهه ده صح ده غلط خد بالك كده وصلنا ان احنا حسينا في الطفل الصغير ده بحته الموهبه لازم تدعمه بقى محتاج الوان اجيب له محتاج كراسه اجيب له محتاج اي شيء اقدر اجيبه له مع رقابه شديده مني برضو يعني ما ينفعش مثلا اجيب له الوان يبقى فيها مثلا تبقى توكسيك مثلا تبقى حاجه فيها سميه او كده لازم اراعي خاصه لو في مراحل صغيره سنيه مبكره قدرنا نوصل ان الولد فعلا او البنت فعلا بقت
بتجيد الرسم او وصلت لمستوى كويس ننقلها لحاجة اكبر، بمعنى ان انا ممكن اوديها مثلا مرسم تتعلم، اوديها مثلا اي استاذ يعلمها، وصلنا لمرحلة اكبر. لا ممكن تبقى دي دراستها. صحيح. بقى صحيح دراستها بقى طبعا خص. الدراسة بقى بتنقلك نقلة تانية. نقلة تانية خالص. وعايز اقول برضو ليه النقلة دي هتضيف لي ايه؟ يعني الراجل مثلا ممكن اكون فنان شاطر قوي برسم كويس بس مش فاهم في الالوان، يعني مثلا عايز اقول لحضرتك او في تناسخ الالوان او بالظبط، ده علم كبير جدا بالزبط. يعني كتير من الناس لو سالته اللون الواحد ليه كام درجه، يعني السؤال ده كل ما بساله اي حد بيقول لي 7، ما اعرفش اشمعنى 7 يعني. لو قلت لحضرتك 3500 درجه لكل لون يا الله طبعا يبقى اذا عدد الالوان عدد انفينيتي، ده ملوش نهايه يعني. طب ده علم كبير بقى، يعني معروف كويس ان انا هستخدم يعني اللون ده، يعني اللون الواحد فيه درجه 3500 درجه 3500 طبعا طبعا. وكل درجة على فكرة ليها اسم، ليها مسمى يعني. والمفروض ان انا لو انا بكون لوحة وخاصة في شغل الابستراكت، ان في سؤال بتسأله كتير جدا تجريدي يعني انا مش فاهم اللوحة دي. يا حبيبي ده علم، انت لازم تبقى عندك الابجديات اللي تقدر العلمية تفهم. ان انت تقدر تفهم ده يعني انت ممكن تلاقي اللوحة كلها الوان ما انتش فاهم الالوان ده. صح. لا بس هو الفنان المحترف بقى بيبقى فاهم هيحط هنا ايه وهنا ايه والنسب ايه، هو ده بقى اللي احنا بنقوله. يبقى اذا العلم هنا لازم بقى زي ما حضرتك بتقول يعني بالزبط. اساس لازم العلم طبعا، والا ما ابقى فاهم في الماتيريالز بس هو لازم يكون فيه برضو يعني الجزء الاساسي من الموهبه ده اكيد. بس انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت ممكن يبقى عندك موهبه وانت ما اكتشفتهاش. مش مكتشف ممكن مع العلم نكتشف الموهبه دي، والدليل على كده ان في فنانين يعني يمكن بداوا في سن كبير كبيره ووصلوا لمستوى كبير جدا. يعني هقول لحضرتك حاجه، في استاذه في فنون جميله اسكندريه دكتوره، دي كانت بتدرس صيدله، دكتوره صيدلانيه اسمها الدكتوره منى. الدكتوره منى دي درست صيدله وهي في سن كبير، احدى الاساتذه اقنعها انها تدرس في القسم التعليم المفتوح في الكليه، ودرست فعلا وتخرجت وتعينت معيده في يا الله. وشوف بقى حضرتك غيرت الكارير يعني فقط. هي لو يمكن لو ما كانتش قابلت الدكتور ده كانت هتفضل طول عمرها دكتوره صيدلانيه. لم تكتشف بعد وده بيحصل كتير على فكره، دي حالات كتيره بنشوفها، في مواهب وما بيكتشفهاش في نفسه بالظبط. انا مره جالي واحد وعايزني اعلمه واكتشفه وكده، كان سنه 52 سنه وكنت انا وقتها عندي حوالي 28 سنه، فتخيل حضرتك يعني ده بيحصل كتير جدا. كبيرة. واحنا عايزين نقول ان الفن ملوش سن وما بيموتش يعني، لا ليه بدايه يعني ليه بدايه بس ملوش نهايه. ملوش نهاية. انت ممكن حضرتك تشتغل وترسم وتعيش حياتك كلها بترسم ما فيش اي مشكله تمام. فحضرتك يعني هي فكره اللي انك انت تقدر توصل لفين وانت حاطط لنفسك هدف ما لا نهايه، يبقى لازم بالعلم، لازم تدرس بالعلم بالظبط. طيب اسمح لي يا استاذ مدحت، معانا على الهاتف طبعا فنان التشكيل الكبير الاستاذ وحيد البلاسي، وبرحب بحضرتك. مساء الخير يا استاذ وحيد. اهلا بيك يا استاذ عاصم. اهلا اهلا يا فندم، اهلا مساء الخير. ربنا يعزك يا باشا، اهلا وسهلا. احنا متابعينك على الفيسبوك وحاجه جميله جدا جدا وبفخر يعني بصراحه. ربنا يعزك يا عاصم بيه، ربنا بارك الله فيك. معانا طبعا النهارده الاستاذ مدحت الحمولي، وهو طبعا ذكر حضرتك في معرض الحديث، وعايزين يعني نتكلم عن سمات وخصائص يعني الفنان الكبير مدحت الحمولي. الله يخليك، سعيد طبعا بالتواصل معاكم. انا اسعد. والفنان مدحت الحمولي فنان جميل ومهتم بالاخر، ودي ميزه حلوه قوي في الفنان، يعني اهتمام بالاخر. فكره العطاء وفكره تعليم الاخرين وفكره ارشاد الاخرين دي مهمه جميله الحقيقه، هو بيبذل فيها جزء كبير، زائد ما بينساش شغله طبعا وابداعه المهم جدا في الاستفاده من الموروث الشعبي والعادات والتقاليد. الحقيقه العادات والتقاليد بشكل مدهش، وهي ميزه جميله جدا فكره العطاء ده، مهم قوي ان هو دايما لا يبخل على محبيه وعلى رواده وعلى الابناء والعلى الموهوبين باستشهادهم وتعليمهم الكثير من اساليب ومنهجيه الفن التشكيلي، وبتفخر كفر الشيخ بيه وبكل الناس. والحقيقه يعني كفر الشيخ مليئه بجيل رائع من الرواد وجيل رائع من الفنانين الكبار الممتازين والمتميزين في الحركه التشكيليه. ده انا دايما بتسال ايه حكايه كفر الشيخ مع الفن التشكيلي والحركه التشكيليه عموما، يعني هي كفر المبدعين بلا شك ده حقيقي في الشعر وفي الادب. والحقيقه يعني
ده 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 كلنا بنعتز بكفر الشيخ وبنعتز بكل فنانين ومبدعي كفر الشيخ. تمام. يمكن عايز بس من حضرتك يعني اهم ما يمكن ان يميز الاستاذ مدحت الحمولي من خصائص يعني. الاهم ما يميزه هو الاستفاده من موروثه الشعبي وموروثه الشعب والموتيفات الشعبيه. ده اهم ما يميز الفنان ان هو يبقى ابن بيئته ابن البيئه وابن ثقافته. تمام. وهم العالمية انتهى من العالم كله، ما عادش في حاجة اسمها عالمية على الإطلاق في السماوات المفتوحة. في إغراق في المحلية. الإغراق في المحلية سمة من سمات الفنان العالمي في كل مكان دلوقتي. أنا بقيت أعرف الفنان المكسيكي والفنان الإفريقي بسهولة خالص من خلال غوصه في موروثه وثقافته. الحركة التشكيلية عموما يعني في جديد فيها أستاذ وحيد سواء على المستوى المحلي أو المستوى العالمي؟ والله الجديد إن إحنا يعني أنا شايف إن المعرض العام الأخير للأمانة بيقول كلمة موجودة، بيقول كلمة فنية مهمة، إن إحنا موجودين بريادتنا الفنية والثقافية بشكل جميل يعني. الحقيقة أول مرة أشوف معرض العام منظم بشكل كويس، رغم أن بات ما زالت الشلالية تسيطر على جزء كبير منه، إلا أننا أمام حدث وأعمال مهمة جدا وبشكل رائع، خاصة جيل الشباب، وده مهم قوي يعني أن في جيل من الشباب سيطر على او تواجد بشكل مدهش. يعني ازاي يعني جيل الشباب يتاثر وننقل له هذه الخبرات؟ الحمد لله في جيل شباب بيطالع بشكل مدهش وجميل وتعصب باكيد بها شكل بالاجيال القديمه يعني. تمام. ممكن استاذ مدحت يتداخل مع حضرتك استاذ وحيد؟ نتشرف حبيبنا على راسي. اهلا وسهلا. مساء الخير يا استاذ وحيد، ازاي حضرتك؟ ازيك يا فنان؟ وحشني جدا جدا جدا. ربنا يعزك يا حبيبي. الله يخليك. انا سعيد طبعا جدا بالمداخله الجميله ديت، ويمكن شرف كبير ليا طبعا ان انا بسمع صوتك من خلال حدوته مصريه. حبيبي. وطبعا وحيد منبر ده منبر كنتوا اساسا يعني. الله يخليك. وطبعا انا عايز اقول للجمهور حاجه، ان الاستاذ وحيد البلقاسي طبعا صديق عمر وفنان كبير طبعا وناقد عظيم، والاهم من ده كده انه عامل حاجه او عامل حاله فنيه عظيمه جدا اشبه ما يكون بالبنالي. من خلال جماعه بصمات طبعا، بيعمل بيلم شمل فنانين العرب، حتى العرب كلهم. طبعا. وانا كان ليا الشرف ان انا شاركت معاه قبل كده، وان شاء الله اشارك معاه تاني يعني لو هو ما عندوش مانع يعني. لا شرف. انت فنان جميل يا استاذ مدحت. ازيك يا استاذ وحيد؟ الله يخليك. كل سنه وانت طيب. شكرا جزيلا استاذ وحيد. شكرا جزيلا. ان شاء الله نلتقي على خير قريبا باذن الله. من حدوته مصريه اللي بتأرخ للفن والثقافه المصريه كلها بجداره واستحقاق يعني. شكرا يا فندم. شكرا جزيلا. شكرا يا فندم. شكرا 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 جزيلا. برضو بنثني على كلام استاذ وحيد، وبنقول الشباب واجيال الشباب، وازاي ان احنا ننقل هذه الخبرات ونعمل صف تاني. حتى هو قال من اهم سمات حضرتك ان انت بتكون حريص على الاخر وحريص على نقل التجارب والمعارف الى الاجيال الجديده، ونعمل يعني كوادر جديده. هو انا مهم قوي يعني. انا على المستوى الشخصي يعني بحاول دايما على قد ما اقدر ان انا لما بلاقي موهبه شابه بحاول احتضنها الى حد ما. دي ايد المساعده طبعا طول. طبعا دي هو ده دورنا يعني. صحيح. يعني انا كنت امبارح فنان مبتدئ، النهاردة ممكن أكون سني بقى كبر شوية وخبرتي زادت، فبقى المفروض إن أنا أنقل ده. صح. لجيل تاني. بالزبط. والحمد لله يعني آلاف من الدارسين درسوا معايا، والحمد لله فيهم ناس بقوا فنانين كبار يعني. أنا عايز أقول لحضرتك إن في فنانين وصلوا للعالمية كانوا تلاميذ عندي، طلبة عندي. فدور أي فنان كبير. وحضرتك بتبقى سعيد ومبسوط جدا يعني أقول لحضرتك بحس إن يعني. ابني طبعا هو ده الفنان اللي بجد رسالة بيأديها، مش موضوع بقى ان انا يعني لا لازم انا ابقى رقم واحد. ما فيش عندنا في الفن التشكيلي ما فيش حاجه اسمها رقم واحد. كل صح. واحد بيعمل حاجه كويسه هي رقم واحد. طيب. فانا لما بنقل خبره لحد والحد ده بيزود على الخبره دي
وبيوصل لمستوى كويس وبيوصل لحاجه كويسه انا ممكن اتعلم منه برضه. يعني ممكن اتعلم من طالب عندي او من تلميذ ليا. انا مش عايز اقول لحضرتك ان انا ساعات لما بلاقي طالب عامل لوحه حلوه قوي ببقى عايز اشتريها منه مع ان انا اللي معلمه. ده انا شايفه قمه النجاح في الحقيقه. تمام. احنا عندنا الشباب كمان طالع جيل ما شاء الله عليه. استاذ وحيد بيقول واعد طبعا. وبيبان ده قوي كمان في المعارض العامه زي مثلا رؤيه وفكر وثقافه طبعا طبعا. لان الجيل ده كمان هو محظوظ شويه عننا احنا. يمكن واحنا صغيرين ما كانش فيه وسائل التواصل صحيح. الاجتماعي وسائل المعارف والكلام دلوقتي لا انت ممكن وانت قاعد في بيتك بتعرف كل حاجه بتحصل في اي حته في حتى العالم. حتى مصادر الحصول على المعلومه كانت صعبه جدا. انت دلوقتي وانت قاعد في بيتك عايز اي لوحه في اي مكان في العالم بتقدر تحصل عليها وانت قاعد مفيش اي مشكله. صحيح. طيب استاذ مدحت برضو كنا عايزين نتكلم عن نقطه اعتقد ان هي مهمه جدا الفن التشكيلي في المدارس. طبعا هو مش ما بقاش في المدارس بالفن التشكيلي ولكن هو ممكن يكون بدايات ممكن يكون نقول نبت صغير. ازاي ان احنا نهتم تاني بالمدارس والأنشطة ما تتعلق بالرسم عموما في المدارس؟ يعني حضرتك جيت على الجرح. احنا قدام كارثة حقيقة ويمكن انا من خلال البرنامج بأناشد القائمين على التعليم في مصر ارجوكم رجعوا الأنشطة تاني. لازم. أرجوكم فعلوا مادة التربية الفنية من أولى ابتدائي. إحنا كان عندنا المرسم فاكر ده زمان وكانت في مدارس حكومية وبسيطة في المرسم والمسرح والخطابة والشعر كنت حضرتك بتروح الصبح الطابور ده بتلاقي مسرحيات بتتعمل في الطابور. فين الكلام ده دلوقتي؟ فين المعارض اللي كانت بتتعمل في المدارس والكلام ده؟ بكل اسف بقينا مفتقدين الحته دي ومن ساعه ما الجزء ده مش موجود في التعليم صحيح تلاقي بكل اسف يؤسفني ان انا اقول كده الاخلاق بتتراجع. يعني حتى الذوق العام بيتراجع. انت لما تيجي دلوقتي معلش تتكلم مثلا شاب صغير كده مثلا 15 16 وتقول له مثلا اعدادي وثانوي مثلا يعني عبد الوهاب تلاقيه مش عارفه مش عارف. لما تيجي تقول له مثلا ياني موسيقار ياني تلاقيه مش عارفه. طب انت عارف مين؟ عارف المهرجانات. ودي حاجه تردي ثقافي. يعني انا بحزن انا شخصيا بحزن. يعني شخصيا لما بركب مع حد وبلاقيه مثلا مشغل حاجه زي كده يا عم ايه اللي انت عامله ده؟ طبعا ايه ده يا عم فين فده المدارس ده دور المدرسه دور المدرسه لو فعلنا ده يعني انا اقول لك هتشوف معجزات هتحصل. صحيح. لان هو انا شايف ان الفن الراقي بيلعب دور مهم جدا في شخصيه الطفل في خاصه في المرحله العمريه اللي هي مرحله الانتقال من الطفوله الى مرحله البلوغ. الفتره دي المراهقه دي بقى دي سهل قوي التشكيل فيها. هتشكله ازاي غير بحاجه هو بيحبها؟ صح. موسيقى الرسم الكتابه مثلا حد بيغني خطابة. حد بيعزف ليه ما يبقاش ده موجود؟ يعني نتمنى ان صوتنا يوصل للمسؤولين. يا ريت ان شاء الله. احنا يمكن احنا نادينا كتير جدا جدا مرارا وتكرارا ومرات سابقه يا ريت الانشطه ترجع وبقوه في المدارس. مش عارف ايه المانع يعني مش عارف هي كانت موجوده حتى كانت موجوده اساسا يعني. والله من ساعه ما اتشالت وفعلا لا. في حاجه غلط حصلت يعني. فعلا حقيقي. كنا عايزين نتكلم عن الفن التشكيلي وقضايا المجتمع. يعني البعض يقول لك اصل الفن التشكيلي لا هو مش مفهوم شويه مش هو ما بيعبرش عن قضايا مجتمع هو شيء من التجريديه لفئه معينه. خلينا نتكلم طيب مع حضرتك في الحته. خلينا نعرف الناس الاول يعني ايه فن تشكيلي. تمام. هي كلمه فن تشكيلي دي بتطلق على اي فن بيتوفر فيه المفردات التشكيليه اللي هي الالوان النقطة الخط المساحة الكتلة. يعني العمارة ده فن تشكيلي. الرسم فن تشكيلي. النحت فن تشكيلي. الجرافيك فن تشكيلي. اي حاجة بيتوفر فيها المفردات التشكيلية فهي فن تشكيلي. يعني اللوكيشن اللي احنا فيه ده فن تشكيلي. فن تشكيلي. تمام. فاذا هو مفهوم ان الفن التشكيلي اللي هو الفن اللي مش مفهوم ده غلط. دي مدرسة من ضمن مدارس الفن التشكيلي. طيب هل الفن التشكيلي يعني ممكن يكون حاجة فعالة في المجتمع؟ ده يعني انا متهيألي لو سالت اي حد هيقول لك والدليل واضح. لما تيجي تشوف حضرتك مؤخرا بقت فكره الجرافيتي مثلا فن الجرافيتي. جرافيتي على ليه تاثير ولا لا؟ طب في الميادين العامه مش كده؟ وبعدين دلوقتي كمان بدا يبقى فيه فكره تجميل الميادين والرسم على الجدران وعلى واللمسه الجماليه في ويمكن في انا ليا تجربه ويمكن حضرتك اتحورنا فيها قبل كده فكره ان احنا نجمل الميادين
طب ما هو ده فني تشكيلي. صحيح. طب ده يأثر فيا انا كمواطن. يا ريت كده نعمل حصر لكل ميادين مصر او ميادين محافظة على الاقل كلهم في محافظتهم. والله حضرتك انا عملت تجربة وكان نفسي التجربة دي تكمل بس بكل اسف يعني في معوقات هي اللي الجرافيتي او برضه ما هو ده مثلا دي جدارية جداريات ليه وخد بالك انا كان نفسي اعمل يعني كان عندي فكرة لو كنت عملتها يمكن كانت وصلت مدينة دسوق دي لحاجة كبيرة جدا. انا كنت عايز اعمل دسوق كلها لوحة واحدة. لوحة واحدة. بتكمل بعضها. بتكمل بعضها. يعني أجزاء. في مكان جزء. وفي مكان اخر جزء اخر لحد ما تكتمل بلوحة واحدة. كان عندي مجموعة العمل كاملة وكنا محدد اماكن وكل حاجة. بس بعض المعوقات بقى هي اللي وقفت المشروع ده. فاحنا خلينا نقول ان كلمة فني تشكيلي احنا حياتنا كلها فيها فني تشكيلي. وانت حضرتك معلش لما تشتري اي حاجة. صحيح. الكيس اللي انت بتشتري فيها ده ما عليه رسمه ده فني تشكيلي أي تناسق الالوان وانسجامها مع بعضها هو بيتك فيه فني تشكيلي انت معلش لما حضرتك بتيجي تختار طقم بتلبسه ما هو ده فني تشكيلي الكرافتة مع البدله ده لازم يعني هو الوقت اعتقد ان هو مر بسرعه ولكن قبل ما اختم مع حضرتك يعني اولا الجديد يعني في جديد في حضرتك في معارض حضرتك قريبا ثانيا بتقول ايه بقى للشباب مهم قوي ان احنا بالشباب رساله بتوجهها كلمه تعليق هو للشباب هو اولا انا بالنسبه للمعارض انا بس يمكن هو احنا عارفين طبعا ان في فتره الكورونا دي برضو مخلينا يعني مقلقين شويه ربنا يزحف فاحنا مستنيين بس عشان نبقى الموضوع يكون امن وانا في فكره معرض يعني يمكن هنقوله اكسكلوزيف ما حدش يعرفه غير هنا حصريا ان انا عايز اعمل معرض عن شخصيات مرت في حياتي او ممكن ما اكونش اعرفها توفت يعني شخصيات رحلت وعايز اعمل المعرض كله عن الشخصيات دي نحيي ذكراها يعني بالظبط ده بالنسبه لمعرضي اللي ان شاء الله هيكون قادم باذن الله دي اول حاجه فكره ان انا ارجع بفكره الجداريات برضو دي انا مهم. بندرس الموضوع ده تاني ده بالنسبه لنشاط من يأس القاضي. يعني لا 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 خالص خالص ما نعرفش حاجه اسمها يأس فنان التشكيل ما بيأس اما بقى ان الشباب اولا انا برضو عايز انتهز فرصه من خلال البرنامج ان انا عايز اهنئ طلبه الثانويه العامه ربنا وفقهم الحمد لله, ونجحهم في الثانويه العامه وطلبه التعليم الفني برضو اللي ربنا برضو وفقهم خلي لنفسك هدف اسعى للهدف ده صحيح مهما قابلت في حياتك صعوبات كلنا قابلنا صعوبات وكلنا قابلنا حاجات وكلنا مرينا بفترات الاحباط دي لازم توصل لهدفك ما تخليش اي معطل والتشويش وعدم وضوح الرؤيه ما فيش هدف بيجي بسهوله اي حد في الدنيا عشان ينجح لازم يقع مره واثنين وثلاثه اللي بينجح اللي بيقف تاني بالظبط فانت خلي لنفسك هدف وما تزهقش وما تيأس واسعى لهدفك ده وان شاء الله هتوصل له بكل سهوله ان شاء الله باذن الله باذن الله مدحت شكرا جزيلا انا شاكر جدا جدا لوجود حضرتك معانا بجد شرفتنا ونورتنا والمكان مكانك البرنامج برنامجك شكرا جزيلا انا إن شاء سعيد الله جدا بالقائمه حضرتك سعيد جدا وان شاء الله نتمنى لحضرتك كل التوفيق ونسمع لحضرتك كل خير ودايما نكون معاك يعني في معرض ربنا يخليك يا عاصم شكرا لحضرتك شكرا جزيلا شكرا جزيلا طب خيرك اعزائي المشاهدين بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم نهايه هذه الحلقه وهذا اللقاء من حلقاتنا حدوته مصرية حتى نلتقي إلى هذا الحين لكم مني أطيب ورق التمنيات شكرا واللقاء تحياتي تحيات أسرة البرنامج تصبحوا على خير إلى اللقاء قناة الدلتا قناة مصر السادسة